بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة الآن الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سياتل من الولايات المتحدة الأمريكية، والوقت الآن تقريبا الساعة ظهرا بتوقيت الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. المهم، أنا أتكلم الآن عن مسألة مهمة جدا، وهو تتعلق بالدولة الصهيونية، ما يسمى بإسرائيل، وتأثيرها بالولايات المتحدة. وقد نشرت هذا المقال، طلعوا عليه هذا المقال الآن، يعني قبل حوالي ربع ساعة فقط، في أشهر المجلات والجرائد الأمريكية، وحينشروه، عبارة عن صفحة ونص في هذه الجرائد. أولا الجزيرة إنجليش، سياتل تايمز، بوليتيكو، هارتس، يو اس اي توداي، سي ان اس نيوز، وبعدين ياهو. بما معناه بكلهم هنا بالحرف الواحد، اقرأوا يا اخي، طلعوا عليه بالفيسبوك بتاعي، طبعا هو باللغة الانجليزية، ترجموا للعربي يا اخي. بكلهم انه أديلسون اليهودي المشهور شيلدون أديلسون، هذا تعهد بانه يتبرع الى دونالد ترامب 100 مليون دولار بالحملة الانتخابية بتاعته. هذا إنسان بليونير مشهور جدا، وهو بلاس فيغاس معروف، ومعروف إنه هو المسؤول، يعني الرجل الكبير اللي كل البينجو الموجود في أمريكا كلها تقريبا هو مسيطر على البينجو، بسموها هاي. وحتى امرأته، وأنا بقول هنا بالهاي الصفحة بكلهم، حتى امرأته اسمها عربي، هي مريم. طبعا هم بجوز يدعوا اليهود انه كمان مريم يهودية، طبعا صحيح، لانه طبعا كثير من الكلمات العربية واليهودية كلمات مشتركة. وبكلهم انه هذا الشخص أديلسون تبرع ب 11 مليون دولار في حملة جينجريتش، هذا الانسان اليميني المتعصب التافه، هذا اتبرع له 11 مليون دولار لانه قال انه الفلسطينيين جماعة مخترعين، ما فيش فلسطينيين. وانا شبهته بالمقال هذا بما قالته جولدا ماير عندما قالت، سألوها عن الفلسطينيين، قالت كلمتها المشهورة there are no Palestinian، فيش فلسطينيين، بنكروا. شايفي، انا طبعا احدث هذا موجه الى الشباب العربي اللي بسمعوني، شباب وشابات، لأنه الجيل تاعي هذا القديم انتهى، هذا جيل الخذلان والخداع والخنوع والذل. على كل حال، بعدين أنا بقول إنه ليس هو بس الجمهوريين، الديمقراطيين، واحد اسمه سبان حييم، حييم سبان، هذا تبرع لحد الآن في الحملة الانتخابية تاعت هيلاري كلينتون 7 ملايين دولار. فأنا هنا بقول بالمقال هذا إنه ما بهم إسرائيل سواء يكون ديمقراطي ولا جمهوري، لأنه هم ما دام إله بتاعهم، الدين بتاعهم أو الإله بتاعهم اللي بيعتبروه إله قبيلي، هو اسمه ياهو، طبعا هو الله، لكن هم بيقولوا عن ياهو ياهو إلى آخره، بيعتبروهم هو شعب الله المختار. وطبعا عندهم فكرة كمان انه السياسيين الامريكيين هم كمان بأيدوهم لهذا الشعب المختار، فما بيهمهم. الشيء الاخر انا بقول الرئيس اوباما افتخر انه اخر مرحلة له، يعني اخر شيء مشان يكون عنده سمعة يعني للمستقبل، يأرخوا المؤرخين انه اكثر شيء ساعد اسرائيل انه بدهم يعطوهم
39 مليار دولار في خلال 10 سنوات من ناحية مساعدات حربية. طبعا بيفتخر هو، لكن تصوروا إيهود باراك، أنا هان بقول لهم كان المقال، إيهود باراك اللي هو كان رئيس حزب العمال السابق ووزير الدفاع احتج على نتنياهو. إيش؟ بقول لو أنا كنت رئيس الوزراء حجيب أكثر مصاري. كيف حجيبهم؟ عن طريق الكونغرس، لأنه الكونغرس هنا في أمريكا كله عبارة عن مؤيد لإسرائيل، أسوأ بكثير من الوايت هاوس، من أوباما، من أي واحد، شايفين؟ ولذلك أوباما عمل طريقة أنه أنا أعطيكم 38 مليار دولار لكن لا تروحوا على الكونغرس بشرط، يعني مشان يحاول يعني يساعد الخزينة الأمريكية ما تصرفش أكثر إلى آخره. على كل حال أنا بقول أنا كمان طبعا هذا شيء له دلالة أنه كيف الكونغرس هذا. أنا بيّنت هنا في المقال أنه نتنياهو أجا خاطب الكونغرس ضد أوباما في عقر داره، وكانت إهانة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إهانة. كيف أنه واحد يروح يخاطب كونغرس ويحاول ضد المعاهدة مع إيران بالأسلحة النووية، رغم أنه في هناك رئيس وقعها؟ هاي إهانة، أنا بقول لهم هنا إهانة، undignified, it's a shame. بقول لهم أنا شيء آخر بحكي لهم هنا كمان، بقول لهم أنه أنا في اقتناعي الولايات المتحدة التي تدعي أنها أعظم قوة في العالم عندما تأتي إلى مسألة إسرائيل فهي بنانا ريبابليك. أنا بقول لهم هنا بنانا ريبابليك إيش يعني؟ يعني زي ما تقول إنه إيش، جمهورية الموز. يعني طبعا هذا احتقار فيها، لأنه فعلا جمهورية موز ما عندهم التأثير، ما عندهم النخوة أبدا على الإطلاق، لأنه اليهود مسيطرين. هذا أنا بقول لهم ونشروا بهاي الجرائد. بعدين أنا بقول لهم هنا أنا من الجماعة، أنا أقولها بصراحة، لا أؤيد قيام دولة إسرائيل، بل أنا أقول إنه إسرائيل لا أؤيد قيامها كدولة على الإطلاق، يعني does not exist بالنسبة لي. ليش؟ كدولة يهودية، أنا حاول أتفرق أنا بين كون دولة يهودية ودولة أخرى. أنا بقول ولهذا السبب أنا طالبت في دولة ديمقراطية يعيش فيها المسلمين واليهود والمسيحيين في دولة واحدة، نفس الحقوق والواجبات على نفس المستوى كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية تحت دستور واحد. أنا هاي اللي بقوله هنا، وبقولهم أنه أنا هذا الشيء كتبت عنه في جريدة طبية 1988، يعني من 36 عام كتبت أول مقال هناك، وبقول حتى نسمي الدولة دولة إبراهيم في عبارة عن تذكار إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو كان أب لإسحاق اللي اليهود جاءوا منه، وإلى إسماعيل اللي هو العرب جاءوا منه. أنا بقولها هنا وبقولهم هنا بالمقال كمان إنه أنا قدمت هذا الاقتراح كعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي في هاي الولاية، كعضو ممثل لهذا الحزب في المنطقة اللي أنا فيها، على أساس أنه تكون دولة ديمقراطية غير يهودية، بمعنى لا ترتبط بدين، يكون كلها متساوين بالحقوق والواجبات تحت دستور واحد. وفعلا الحزب الديمقراطي في المنطقة اللي أنا فيها اللي أنا بمثله وافق على هذا الشيء 4 مرات، 1990 و2010 و2012 والسنة هاي 2016. أنا بذكر له أنا كمان. وآخر شيء بقول لهم إيش؟ بقول لهم إنه اليهود عاشوا مع إخوانهم الفلسطينيين والمسيحيين طبعا من مسلمين ومسيحيين آلاف السنوات في داخل فلسطين بدون أي مشاكل، وقلت لهم إنه
اليهود عاشوا بحرية الدين بتاعهم، وظهروا من أكبر العلماء بتاعهم في العهد الإسلامي أيام الأندلس. وضربت لهم مثل على ذلك هون، إنه هو موسى بن ميمون. موسى بن ميمون كان إنسان كبير جدا، وإله تمثال حتى في بلدة قرطبة، وأنا أخذت كمان صورة عنه هناك عندما كنت أنا بدرس في كلية الطب في غرناطة في إسبانيا. وبكلهم عاشوا بأمان. وهذا ميمون، موسى بن ميمون بسموها ميمونيدس أو رامبام بسموه اليهود، هذا جاء وكان مستشار إلى صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، هذا القائد العظيم، وكان هو طبيب له. فكلهم شوفوا كيف اليهود عاشوا بحرية وأمان، كيف عاشوا بديانتهم. أنا بقول هذا في المقال اللي أنا كتبته. وأخيرا بقول لهم هنا أني أنا بحيي بعض هؤلاء اليهود اللي بقت في الهارتس المجلة هاي اللي هي تعتبر مجلة يسارية متحررة في إسرائيل. وطبعا هم أكيد ما بأيدوا إنه إسرائيل لا تعيش يعني، بس على الأقل يعني في مقالهم بيقولوا عن أوباما إنه هو إنسان ساعد الأكوبيشن، يعني ساعد احتلال المنطقة الفلسطينية، وإنه إعطاء مصاري كثير، كمية كبيرة جدا إلى إسرائيل من الأموال، بجعلها إنه ما تتساهل ولا تعطي شيء للفلسطينيين. وهذا كان خطأ جدا. يعني هم بيقولوا إنه أوباما في الحقيقة هو ما ساعد إسرائيل، وإنما حاول يدمر أو على الأقل يعني حاول إنه يجعل إسرائيل ما تعمل أي تنازلات، وهذا طبعا ليس في مصلحة إسرائيل. وأنا اللي أزيد عليه في الوقت الحاضر، طبعا هذا الشيء أنا بقوله تماما في الوقت الحاضر، إنه ما قام فيه أوباما أنا بالنسبة إلي كويس. ما بدناش إنه إسرائيل تحاول إيش تعطي أشياء للفلسطينيين ومش عارف إيش، وتعطيهم هنا شقفة خبز من هنا ولقمة من هنا وشي من بعدين تطلبهم شلوط في قفاهم وتأخذ القدس وتأخذ كل شيء. ولذلك أي إنسان يتعامل مع إسرائيل ويؤيد قيام دولة إسرائيل أنا في نظري خائن. ها خائن، هذا بدأ من أيام الملك عبد الله مؤسس الأردن، هذا الخائن هذا اللي بدأ من البداية مشان بس يحافظ على الدولة، وتعاونه مع جولدا مير والجماعة اللي تعاونوا كلها وعملوا معاهدات منها، منهم الملك حسين ملك الأردن الذي انتهت حياته، وأنور السادات والأشخاص اللي بيساعدوا فيما بعد، منهم اللي هو عبد الفتاح السيسي وحسني مبارك، وحتى الجماعة اللي بحاولوا يطبعوا معاهم ويفكروا يطبعوا معاهم سواء من دول الخليج ولا من دول أخرى، لعنة الله على كل إنسان بيطبع معاهم. وأنا بالنسبة لإيران يعني تقول إنه ما بدها تطبع مع إسرائيل كويس، لكن مصيبة مع إيران ما هي قضية إسرائيل، قضية عبارة عن تأييد إلى مجرم قاتل هو بشار الأسد، هاي أهم شيء. وبعدين استعمالها إلى الشيعة كعبارة عن سياسي، عن أمر سياسي من شان تحتل أو تحاول تضايق على السني والدول العربية الأخرى. على كل أنا حبيت أحكي لكم عن هذا المقال، وأنا أؤيد أنه أنتم تدخلوا في البابليك فيسبوك بتاعي والذي يزيد الآن تقريبا عن ربع مليون واحد، أنه اطلعوا عليه وترجموا يا أخي إلى العربي وإلى لغات أخرى. وهذا اللي بقوله عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.